نقول للسلطة أن تهيئة الأجواء يجب أن تكون هي الحاضنة لأي عملية سياسية. استمرار القمع لا يعطي مؤشر جيد، ولذلك يجب على السلطة أن تكف عن القمع، تطلق عنان الحريات لكي تكون العملية السياسية يشعر بها المواطنون أنها فعلا هي تحول إلى المستقبل وليس تراجع أو تغطية إلى مزيد من القمع.